تفضل يا أخي عدنان من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا مقر إقامتي بمكة ومقر عملي في منطقة الطائف، وتدركني صلاة الظهر في منطقة الطائف، فهل يجوز لي جمع صلاة الظهر مع العصر قصرا، مع العلم أني أصل إلى مكة قبل صلاة العصر بساعة أو ساعتين؟ نعم، يجوز لك أن تصلي الظهر مع الجماعة، تصلي الظهر مع الجماعة ولا تصلي وحدك، ما دام عندك مسجد وجماعة صلي الظهر معهم، وإن أردت أن تصلي تجمع معها العصر جمع تقديم تقصر العصر فلك ذلك، وإن أخرت العصر إلى أن تصل إلى بلدك تصليها مع الجماعة تامة، فهذا أحسن وأتم. نعم.